GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أخوكم أستاذ وليد المعداوي من GFXAcademy.net. موضوع الكورس بتاعنا موضوع بصراحة شيق بالنسبة لي، موضوع دراسة سكريبت جملة. هو موضوع بصراحة يعني لقى صدى كبير جدا في العالم العربي في الأوقات الأخيرة، بحيث ان انت بتعمل في خلال بالظبط 5 دقايق بالظبط، ودي مش مبالغة، فعلا 5 دقايق بتقدر تعمل الويب سايت بتاعك. انما هيكون طبعا تمبلتس، في ثلاثة تمبلتس جوه جملة افتراضي تقدر تتنقل بينهم تعمل الويب سايت بتاعك، بقى بتختار منهم زي ما انت عايز. من المنتدى بتاعنا، انا فاتح المنتدى اهو وكاتب الاوت لاينز بتاع الكورس بتاعنا ان شاء الله. هو هيكون مبدئيا على سكريبت جملة 1.5، تمهيدا لبعد كده ان شاء الله يكون في كورسات لجملة 2.5. ايه 1.5، ايه 2.5، وايه جملة، وايه دايناميك؟ طيب خليني اوضح الاول ايه الموضوع ده للي مش عارف او اللي ما عندوش فكرة عن الموضوع. اول حاجة جملة هو سكريبت. سكريبت يعني مجموعة صفحات متبرمجة بطريقة معينة بحيث انها تكون لك موقع كامل بكنترول بانل خاصة بيه، بتعمل اديتنج للداتابيز بتاعتك من خلالها، المقالات، الفيديو، الصور، كل شيء بتديره من جوه الداتابيز او من جوه الكنترول بانل ده، واللي بيسقط منه على الويب سايت بتاعك. يعني بخش على كنترول بانل معين بعد الدومين من فوق، مثلا وليكن عندي forums.gfxacademy.net، بكتب حاجة هنا معينة، ببتدي أخش على صفحة الأدمن، بكتب اليوزر نيم والباسورد، أخش على صفحة الأدمنستريتور، ومنها بقدر أضيف الداتا بقى اللي أنا عايزها، وبترجع لي في الموقع على طول أونلاين على طول، بحيث إن أنت تبقى أونلاين بتعمل الداتا بتاعتك، تبدأ أبديت للداتا بتاعتك تظهر على طول، مجرد ما بتعمل حفظ على طول وأنت واقف، او ان كنت واقف يعني او كنت قاعد، بتلاقي الداتا بتاعتك على طول. طيب ايه مواقع الديناميكيه دي؟ يعني ايه ديناميك؟ الديناميك كل حاجه مربوطه بداتابيز. المواقع عندنا قسمين، قسم ديناميك وقسم ستاتيك. الستاتيك ده اللي هو ال HTML العادي جدا، اللي هي بتبقى صفحات عاديه انا بكتب فيها كل حاجه، خلاص كل حاجه، من الصور، من اكواد، من كل حاجه، تبدأ تعمل صفحة معينة بلغة ال HTML. بس هو مشكلة اللغة ال HTML ان البراوزر او المتصفح بيقرأ الاكواد كلها من فوق لتحت بالكامل كل مرة تعمل فيها ريفرش، فاهمني؟ خد بالك من المنطق، من الموضوع ده بالذات. يعني انا دلوقتي معايا صفحة اهي، طبعا المنتدى ده دايناميك لانه على داتابيز، فولنفرض ان هو استاتيك. مجرد ما بعمل ريفرش او بخش على اللينك بيبتدي يلود لي جوه ذاكرة الكروم اللي انا شغال عليه ده، او ذاكرة المتصفح ايا كان، كل الاكواد وكل الداتا بيز اللي في الصفحة دي، اقصد الداتا يعني اللي في الصفحة دي من اول تاني. عملت ريفرش، روح عامل لها لود تاني من اول تاني، فطبعا بيبقى اكثر بطئا. بينفع قوي المواقع بتاعت مثلا الشركات مش هتضيف داتابيز كل يوم. بتنفع المواقع الشخصية اللي انت هترمي عليها مثلا السي في بتاعتك، هتعمل ابديت ليها كل مثلا شهر، كل شهرين، كل 3، بتنفع الموضوع ده في المواقع الاستاتيك. جميل. المواقع الديناميك هي اللي بتبقى مدعومة بداتابيز اللي هي ماي سيكوال، اوكي، او داتابيز عموما، سواء كانت من البي اتش بي او اي اس بي، المهم بتكون داتا بيز بتعمل لينك بينها وبين الكنترول بانل او
بتاعت الموقع او الموقع نفسه. ده الفرق بين الديناميك والاستاتيك. طبعا الديناميك بيبقى اسرع شوية لانه ما بيعملش لود للاكواد من فوق لتحت او كلها من اول تاني، لا هو بيعملها لود واحد وعن طريق حاجة اسمها XML يبتدي يعمل كاتش للداتا دي على البراوزر، وبعدين خلاص انت بتشوفها مجرد ما بتعمل ريفرش ليه اسرع من الاول. اوكي جميل. طيب السكريبت بتاعنا هيكون جملة واحد ونص. اوكي ان شاء الله هنبدأ بتوضيح مفهوم ايه هي جملة. جملة دي سكريبت تقريبا بريطاني، الصنع بيقوم عليه مجموعة من المبرمجين، بصراحة أقوياء جدا على المستوى العالمي. يعني هما عملوا سكريبت عبارة عن مجموعة صفحات كده انت بتفردها على السيرفر، ومجرد ما بتفردها على السيرفر بتبدأ تخش مع الخطوات بتاعتك واحدة في اتنين في تلاتة، تبص تلاقي نفسك سطبت البرنامج، هو عامل زي البرنامج بالظبط، او سطبت السكريبت على السيرفر، وبعدين تبدأ تربطه بالداتابيز، تبدأ تشوف الموقع بتاعك اونلاين في ساعتها على طول. طيب خلينا بقى نشوف هنجيب الجملة دي منين. هنكتب فوق جملة www.org. هيظهر لي الموقع بالشكل ده. اوكي هنا فوق على طول هتلاقي حاجة اسمها، طبعا اخر حاجة اللي بيتكلم لك عليها اخر تطورات السكريبت، طبعا في كل يوم تعديل فيه في السيكيورتي والخدمات بتاعته. بصراحة هو ده اللي انا اخترته موضوع الدورة لانه فعلا سكريبت قوي جدا جدا، وحط كمان جدا معاه يبقى تلاتة جدا. هو قوي على المستوى العالمي. طبعا في فرق بينه وبين الورد بريس، بين الزين كارد، بين الماجنتو، في يعني الحاجات دي كلها كلها معروفة يعني للناس اللي بتشتغل ويب. بس سكريبت جملة فعلا سكريبت قوي جدا، ليه بلاجنز كتير، ليه تطبيقات كتير او كومبوننتس، ليه شغل جامد قوي. بس هنشوف كل ده ان شاء الله من خلال الكورس بتاعنا. عندك هنا داونلود، تخش هنا على طول. هيظهر لك الفيرجنين اللي دلوقتي لغاية النهاردة موجودين. عندك الاتنين ونص، وده مش موضوعنا، هو أكثر تقدما شوية من الواحد ونص، بس هنشتغل على الواحد ونص. هو قوي جدا وقعد كذا سنة يعملوا عليه بلوجنز ويعملوا عليه تطبيقات، فتطبيقاته واسعة جدا وإمكانياته جميلة بصراحة. أوكي طيب هجيبه إزاي؟ باجي أقول فول باكج، خلاص يبقى ده وصلوا 1.5، 26 اللي كان قبله 25، كل ده كانوا بيعدلوا طبعا في السكريبت، في كان اخر تعديل في السكيورتي. تمام لو كنت مسطب او عندك فكرة عن 1.5، انت كنت مسطبه 2.5، 1.5 و25 بيديك الباكج دي، بس فقط الابديت من 25 ل26 بترميه على السيرفر تفرده عادي، بيعمل ريبليس للملفات، وتبدأ بتشوف فوق كده على الشمال سكريبت اللي هو بقى 26. ما عندكش الموضوع ده خالص، خلاص بتجيبه من هنا، بتعمله مجرد ما بتضغط كده ضغطة بيبتدي ينزل لك على طول داون لود السكريبت بالكامل زي ما انت شايف تحت اهو. بينزل هو مساحته حوالي 6 ميجا و7، كلام فارغ يعني مفيش اي مشكلة خالص يعني. تمام بسيبه بينزل، وبعدين باجي على السيرفر. دلوقتي هبدأ اعرف ازاي اخش، لو انت عندك سيرفر تكريت بقى من جوه المساحة بتاعتك والسي بانل بتاعتك. عن جي اكس اكاديمي، الفن والمهارة، القدرة والإبداع.
جي اف اكس اكاديمي الفكر والامتاع, عندنا افلام كرتون وكمان جرافيكس في الجون, تذاكر شغل الانيميشن بيوصل المضمون. جي اف اكس اكاديمي دوت نت, كيان متكامل بيوصل الرسالة, كيان متكامل بيوصل الرسالة, وتعرف عنه انه دايما في الصدارة, وتعرف عنه انه دايما في الصدارة. جي اف اكس هنا وشغل الميديا عندنا سريد موشن, شغلنا اتطورنا في فكرنا وعندنا الجودة عالمية, اعمالنا خيالية, الافكار دي فنية, المنتجات حصرية. لو عاوز توصل لنا وهو ده المتوقع, يلا افتح النت ودور على الموقع جي اف اكس اكاديمي.